كشفت مصادر مقربة من الفنان الشعبي عادل الميلودي أن هذا الأخير قد أجرى بالفعل اختبار الحمض النووي للتأكد من نسب كل من الشابين أمينة وعزيز اللذين يدعيان أنه والدهما. ووفقا لذات المصادر، فإن الاختبارات التي تم إجراؤها بمختبر معروف بإسبانيا أثبتت أن أمينة هي ابنة الميلودي بالفعل، بينما لا تربط أي صلة أبوة بالشاب عزيز. وكانت قضية إثبات النسب هاته قد أثارت ضجة كبيرة خلال الأشهر الماضية، حيث خرج الشابان في عدة فيديوهات يؤكدان أن الميلودي كان على علاقة بوالدتهما سنوات طويلة قبل أن يتخلى عنها بعد إنجابها لابنيها، بينما ظل الميلودي في هذه الإدعاءات بشدة.